السؤال للكابتن محمد يوسف، في احد الزملاء بيسال حضرتك ردك ايه على العروض الكتيره اللي تناولتها بعض وسائل الاعلام للاعيب الاهلي في الايام اللي فاتت. طبعا طبيعي جدا، يعني انا باكد نادي الاهلي حاليا في احسن لعيبه في مصر، وانا بقولها طبعا وعندي ثقه كبيره جدا في اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي حاليا. احنا بنملك احسن لاعبين في مصر حاليا، فطبيعي جدا ان هيجي عروض وده حاجه طبيعيه، لكن انا في نفس الوقت باكد تاني ان احنا حريصين على البقاء على جميع اللاعبين. انا حاليا مفيش اي تفكير بالنسبه لي الا الحصول على البطولات، واول بطوله هتقابلنا بطوله السوبر، ثم بعد ذلك ان شاء الله ربنا يوفقنا ونمشي بشكل كويس نعوض فارق النقطة اللي احنا حاصلين عليها في دوري المجموعات حاليا، حطنا في المركز الرابع، فبنحاول ان شاء الله ان احنا نحسن ونتصدر المجموعة عشان هدفنا هو بطولة افريقيا. ومن هذه النقطة طبعا انا بأكد تاني ان احنا حريصين على الابقاء على جميع اللاعبين، وبأكد مهم جدا ان احنا نعرف النادي الاهلي نادي بطولات. احنا اهم حاجة عندنا لما بنرفع كاس افريقيا، عشان في ناس اوقات بتحسبها بطريقه اخرى، يقول لك الرقم ده جاي لك، فانت لما هتاخد بطوله افريقيا وتروح كاس عالم هتاخد قد ايه. احنا حضرتك احنا بالنسبه لنا نادي بطوله، بطوله افريقيا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته وكل القائمين على العمل والمسؤولين في النادي الاهلي، هتبقى اغلى كتير جدا من ملايين. ورغم ذلك انا بقول مفيش مشكله في الجانب الاستثماري، برضو احنا سباقين، وهتلاقي اعلى ارقام اتباع بيها لعيبه اتباعت من النادي الاهلي ومن جوه ملعب النادي الاهلي. فانا باكد تاني ما عنديش مشكله، لكن لا يتضرب مع المصلحه بتاعتي وهي الوصول للاهداف اللي انا حاططها. والوصول للاهداف اللي انا حاططها مهمه جدا ان احنا نسعى ونوفر كل السبل، وفي نهايه التوفيق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، لكن بتاخد بالاسباب وبتوفر السبل والامكانيات اللي تخليك توصل للقب او الهدف اللي انت حاطه. فباكد تاني ان احنا بنحترم كل العروض المقدمه، لكن في نفس الوقت برضو باكد احنا بنملك لاعبين على اعلى مستوى في مصر قادرين ان شاء الله ان يحققوا الاهداف اللي هي مطلوبه منهم، وهو الحصول على البطولات ان شاء الله في الفتره القادمه. سؤال تاني للكابتن يوسف، احد الزملاء عايز يعرف من حضرتك تفاصيل معسكر كرواتيا وعدد المباريات اللي هيلعبها الاهلي هناك. طبعا معسكر كرواتيا يعني اتحقق وترتب في وقت اعجاز، لكن الحمد لله ان نملك طبعا جهاز اداري على اعلى مستوى بقياده طبعا الكابتن سمير عدلي، وعايز اشكره طبعا رغم ان هو مش موجود النهارده، كنت اتمنى هو يكون موجود، لكن قررت ان هو يسبقنا لكرواتيا على اساس ان يرتب كل الترتيبات ما يبقاش في اي مفاجات للبعث. المعسكر طبعا هيبتدي من بكره على طول فور وصولنا، هيبقى في طبعا طبقا لرؤيه مستر كارتيرون كان عايز يعمل تمرين مسائي يتخللوا مباراتين مهمين جدا مع رابع الدوري الروسي فريق كراسندور، دي هتبقى يوم 9 والمباراه الاولى يوم 6 مع بطل الدوري السلوفاني، بطل وكاس الدوري السلوفاني. المباراتين دول هم بشكل كبير جدا طلبهم مستر كارتيرون من خلال المعسكر، على اساس ان هو يقف على حاله اللاعبين كلهم، بحيث ان احنا ان شاء الله عودتنا يوم 10 هنبقى تركيزنا كله في الاستعداد لمباراة تاونشيب.